نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، أنا عامل إيه؟ وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحلالنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دي ماله؟ محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عارفينها، في يوم ما نسيبها واخديني، مادام سايبينها سايبنا هنتضايق ونزعل ليه؟ نصيحة، عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة، ما بتفارقش ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه، نصيبك كله هيصيبك، لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح. ومين الدنيا دي ماله؟ محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عارفينها، في يوم ما نسيبها واخدين إيه؟ مادام سايبنا سايبنا هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه منصور، منور ليك تملي الامل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتلقى الدنيا ملك ايديك، حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالألوان، في لون نختاره يكتمها ولون يدي لحياتنا أمان، همومك بكرة هتعدي مفيش حاجة ما بتعديش، حياة عايزك تكون عنادي وكل ما تقوى فيها تعيش، نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟